ويوسف، هل رصدت أي مساعدات قد دخلت خلال الأيام الماضية أو منذ بداية هذا القصف الإسرائيلي على مدينة رفح؟ لأنه يعني أكاذيب الاحتلال تتواصل بأنه يتم إدخال المساعدات على الرغم من أنها قامت بإغلاق المعبرين، معبر رفح وأيضا كرم أبو سالم. ربما توصيف الحالة الإنسانية في قطاع غزة تبدو صعبة للغاية، لأننا نتحدث عن واقع كارثي حسب وصف المؤسسات الدولية والأممية. نحن نتحدث عن إغلاق كامل لقطاع غزة بعد اجتياح الاحتلال للمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من مدينة رفح، السيطرة العسكرية على الجزء الفلسطيني من معبر رفح الواصل ما بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وإغلاق معبر كرم أبو سالم. لذا منذ أسبوع أو ثمانية أيام هناك حصار تام. فقط يوم أمس سمح الاحتلال أو أول أمس عفوا بدخول عدد من الشاحنات عبر ما بات يعرف بمعبر زيتيم، وهي أقصى المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة. هناك شاحنات عبرت إلى مدينة غزة وشمالها محملة بالدقيق، وأيضا الوقود المخصص للمؤسسات الدولية التي تقدم خدمات للمخابز في محافظتي غزة وشمال القطاع. لكن معظم سكان قطاع غزة اليوم ينحصرون في المحافظة الوسطى وفي محافظة خان يونس، وهؤلاء لم تصل إليهم أي مساعدات منذ 10 أيام، نظرا لأن محور نتساريم الفاصل ما بين جنوب وادي غزة وشماله لم تعبر من خلاله الشاحنات نحو منطقة الجنوب. والادعاء الإسرائيلي بدخول الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم تفنده الأرقام والوقائع على الأرض، بدلالة أنه يوم أمس موكب للأمم المتحدة تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا تعرض للاستهداف في المنطقة الشرقية لحي جنينة وقتل أحد موظفي هذه المؤسسة الأممية. لكن صبيحة اليوم شهدت حركة غير اعتيادية للشاحنات التي من المفترض أن تحمل بالبضائع، اتجهت نحو المنطقة الفاصلة ما بين قطاع غزة الحدود المصرية عند محور فيلادلفيا، لكن من المنطقة الغربية. على ما يبدو أن هذه الشاحنات تنتظر تنسيقا ما بين المؤسسات الدولية والجانب الإسرائيلي لتأمين عبورها نحو معبر كرم أبو سالم، لكن ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة، وما تزال الشاحنات في حالة انتظار، وهو أمر تكرر أيضا في الأيام الأخيرة، لأن ضراوة القصف المدفعي العنيف في المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية تحول دون تمكن هذه الشاحنات بسائقيها من الوصول معبر كرم أبو سالم. لذلك الواقع الإنساني واقع معقد في غزة. نحن نتحدث عن منظومة صحية أطلقت نداءات استغاثة تقول إنها في الساعات الأخيرة لإمكانية خروجها بشكل كلي عن العمل، نظرا لنفاذ كميات الوقود من مخازن هذه المشافي. ويوم أمس كان المؤشر الأولي مع توقف بعض مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس عن العمل بعد أن التيار الكهربائي، وهذه المشفى هي الوحيدة في جنوب قطاع غزة التي يمكن أن تقدم خدمات العناية المكثفة والجراحات المعقدة، لأنها المشفى التي ما زالت تحتفظ بجزء من قدراتها كونها لم تتعرض للاجتياح والاقتحام المباشر كما جرى مع مشفى ناصر الطبي أو مشفى الأمل ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح التي أخلي تماما، ولأن أيضا المشفى الكويتي التخصصي في وسط مدينة رفح بات يشمله ما يرسمه الاحتلال الإسرائيلي من حزام ناري، ويطالب من هناك بإخلاء هذه المشفى التي قال قائمون عليها إنهم سيبقون على رأس عملهم وأن الكوادر الطبية لن تغادر هذه المشفى. يعني هذا بالنسبة لوضع المستشفيات يوسف، ولكن هنا دعني أسألك، ربما منذ فترة كان هناك حديث عن وتقارير عن مقابر جماعية في خان يونس تحديدا في مستشفى ناصر، وربما الجزائر يعني تقدمت بجلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن هذه المقابر الجماعية. ما الذي يجري على الأرض؟ هل هناك تحقيقات بشأن هذه الواقعة؟ ما هي أبرز أيضا مشاهداتك فيما يخص المقابر الجماعية؟ عند الحديث عن المقابر الجماعية لابد من الإشارة إلى 7 مقابر جماعية جرى اكتشافها منذ بدء
هذه على قطاع غزة. آخر هذه المقابر كانت في مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، عثر على قرابة 56 جثمانا لشهيد جرى إعدام ومواراتهم أثر من خلال آليات الاحتلال التي تدوس أيضا بعض الأحيان هذه الجثامين. هنا في مجمع ناصر الطبي الذي عثر على مقابر جماعية بعد انسحاب جيش الاحتلال، والحديث كان عن أكثر من 350 جثة جرى نقلها من مجمع ناصر الطبي ومواراة مشددا بعد العثور عليها. الدلائل والقرائن كانت تؤكد بعض من استشهدوا داخل مجمع ناصر الطبي ومن عثر عليهم داخل هذه المقابر كانت أيديهم مكبلة خلف ظهورهم، ما يعني أنها عمليات إعصام وتصفية ميدانية تعرض لها هؤلاء الشهداء. بالإضافة إلى أننا في المعاينة العينية التي كنا نتواجد نحن في هذه المنطقة، هناك أطفال خدج عثر عليهم داخل المقابر الجماعية. هؤلاء الذين توفوا في حضانات مجمع ناصر الطبي بعدما استهدف الاحتلال بعض مرافق المجمع وانقطاع الأكسجين عن حضانات الأطفال. الاحتلال واضح أنه لا يلتفت كثيرا للأعراف الدولية أو القانون الدولي الإنساني، ويضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تطرح إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة فيما يتعرض بهذه المقابر الجماعية.